أرد قوي من القمر الطائي وشو صار معه لنا، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية معلنا محمد اللي نشرت ستوري وهي عم تحتفل بعيد ميلاد والدتها. نمر إلى سيدرا بيوتي اللي نشرت مجموعة من الستوريات كان والدها عم يمزح معها، وبعزلها ستوري علق عليه مثل فستانك تبع العيد. ردت عليه سيدرا بيوتي بي الله يسامحك يا بابا. وأيضا نشرت ستوري آخر سيدرا علقت عليه بي والله طلع جد بيشبه فستاني. نمر إلى اليوتيوبر قمر الطائي اللي نشرت مجموعة من الستوريات على صفحتها بالإنستغرام ترد على الأشخاص اللي بيحكوا لها إنه صور الأخيرة تبع العيد هي فوتوشوب وإنه هي مو ضعفانة. ردت قمر الطائي عليهم بي طبعا ما أجاوب على تفاهات هاي الصراحة، بس التفهيل والمتخلفين اللي ما عندهم شغلة ومشغلة غير قمر صاروا ينشرون صور الأخيرة فوتوشوب ومضعفانة روحها. الحمد لله إنه ربي مانطيني وش وجسم حلوين ومقتنعة بنفسي ومو محتاجة أسوي فوتوشوب. ونشرت قمر الطائي مقطع فيديو يؤكد إنه صورها طبيعية وغير معدلة، وبهذا ردت قمر الطائي على الأشخاص اللي جمع عليها. وأيضا معجبين قمر الطائي بتركيا قاموا بالتقاط معها صور. هاي معجبين قمر، تمشي معها في الشارع بتلاقي معجبين، وبتلاقي معجبين معها. ايه وبعدين